ضعنا لو سمحت في أجواء هذه التظاهرة، يعني ما حجمها، ما هي شعاراتها، ما هي مطالب المشاركين فيها؟ طبعا كان متفقا تبدأ التظاهرة هذه في العاصمة الأمريكية تحديدا أمام البيت الأبيض الأمريكي على الساعة 11 بدأت، وعلى عكس التوقعات الاستجابة كانت كبيرة جدا. كنا نتحدث عن العشرات، الآن بإمكاننا نتحدث عن 2000 أو 3000 شخص جاءوا من ولايات أمريكية مختلفة، وسمعنا الهتافات التي ألفناها، ولكن هذه المرة من العراق. الشعب يريد إسقاط النظام مثلما تستمعون خلفي، بالتالي فإن ما كان يتحدث عنه الناس بأنه إصلاح النظام أو الاستجابة إلى مطالب اجتماعية قد أصبح جزئيا مقارنة بالمشهد المطلبي العام بالنسبة للعراقيين. اليوم هو يوم عطلة، بالتالي العائلات جاءت إلى واشنطن من أجل المشاركة في هذه التظاهرة التي صاحبتها أيضا مثلما تستمعون إلى أهازيج فنية عراقية خالصة من مناطق مختلفة من العراق، وسوف نحاول أن نسأل أحد الذين يشاركون في هذه التظاهرة عن المطلب الرئيسي. السلام عليكم، طبعا تحية للأخوان المنتفضين الثوار أحرار العراق، تحية للأبطال اللي انطوا ضحوا بدمهم وضحوا بأرواحهم لكي يبقوا علم العراق عالي. مطالبنا جدا بسيطة، هي أنه بس فقط شعب يريد الحياة فقط لا أكثر، يريد نتخلص أول شيء من الحكومة، هاي الحكومة الظالمة اللي ما تعتبر ولا تنطي أهمية لأي مطلب من مطالب الشعب أو أي حق من حقوق الشعب البسيطة جدا. انطونا الحياة فقط، ارحلوا، خلونا نعيش بسلام، نريد الحياة، ما نريد أكثر من هذا الشيء. وكفاكم قتل للشباب، والله العظيم هاي تقتلون الشباب أبد ما ننساها، لن ننساها لا احنا ولا أجيال اللي بعدنا ولا اللي يجون بعدنا أبد. خلاص كافي دم، اطلع يا رئيس الوزراء، خلاص ما نريدك، انتهى بعد الشعب، انتهى. طبعا اعطيني الكلمه اللي او الشيء اللي في قلبك الان وانت تعيش في الولايات المتحده الامريكيه بعيد الاف الكيلومترات. حكومه فاسده، الشعب ما يحاول يطلعهم ثم لازقين، لانه وين يبوقون؟ مين يبوقون؟ طبعا الحضور النسوي قوي جدا، منذ لحظات كنت أتابع سيدة عراقية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها كانت تخاطب باللغة الإنجليزية الأمريكيين لأجل إيصال صوت العراقيين، وهي الآن معنا. السلام عليكم، أنا منا أريد أوصل صوتي لكل دول العالم. الشعب العراقي ظاهر مظاهرة سلمية، ما عندهم غير علم الله أكبر. هذا العلم بالنسبة لنا مو مجرد علم، مو مجرد ألوان ونرفعه، مجرد هذا زلم. اليوم العلم هذا مشاعرنا وزلمنا ووقفتنا بهذا العلم. أنا كردية وأحب، وأنا عراقية مش شمال لا جنوب، ماكو فرق. الشعب العراقي ده ينكتل بالشارع، أطفالنا يحترقون بالسيارة، ماكو أي مساعدة لا طبية لا مخلين. أبسط شيء حقوق المتظاهر اللي هو النت، يوصل شعبه للدول قاطعين النت. ليش كان هذا تدخل البعض؟ نعود إليكم هناك. نعم خليل، بثواني لو سمحت، بثواني، هل هناك من رسالة تصل للبيت الأبيض عادة في مثل هيك تظاهرات، مذكرة؟ بعشر ثواني. مساعدة مستشفيات. طبعا سنحاول، لان هنالك عواطف جياشه جدا، هنالك نوع من التعاطف الكلي مع المتظاهرين. نعم، يعني كل واحد شعب العراق يقدر يساعد، ترى شبابنا دا يموتون من قبل جنود ملثمين، هذول مو شعب العراقي، الجيش العراقي جيش السور، واحنا نحب الجيش العراقي، هم اخواننا. يا جيش العراقي هذا اللي الظاهر اخوك، لا تنسى الظاهر لقمة عين. سنعود بكلمة واحدة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، احب اوجه تحياتي للمظاهرين الموجودين بالعراق لحد الان. الناس اللي انقتلت اكثر من 100 شخص القتل بسبب الميليشيات الإيرانية، بسبب الميليشيات الإيرانية الملثمين. طبعا هذا ما يعاد كل مرة هنالك. نعم تفاعل. خليل هل تسمعني جيدا؟ هل تسمعني جيدا خليل؟ يعني في مثل هذه التظاهرات بهذا العدد، تقول أن هناك آلاف من المتظاهرين، هل توجه عادة مذكرة للبيت الأبيض، رسالة تصل إلى دوائر البيت الأبيض؟
باختصار جدا. بالتأكيد، منذ قليل التقيت بالمنظمين وهم 4 تقريبا الذين قاموا بالمبادرة، وقد أعدوا أرضية ووضعوا فيها 4 مطالب، من بينها حث ودفع الولايات المتحدة الأمريكية سلطة من أجل الضغط على الحكومة العراقية لإعادة أو إصلاح ما أمكن إصلاحه، وخصوصا التوقف عن إيذاء المتظاهرين العزل. إذن مشاهدينا، من العاصمة الأمريكية واشنطن وأمام البيت الأبيض، حيث يتظاهر جمع من العراقيين، مراسل الحرة خليل بن طويلة، شكرا جزيلا لك.